ضيفنا في فقرة فنون اليوم صنع لنفسه خطا مختلفا عن غيره، حيث بدأ كناشط على مواقع التواصل الاجتماعي ثم اتجه إلى عالم السينما. بداية كانت غير موفقة، لكنه لم يستسلم وأصر على تحقيق هدفه. ولا ايش بدك انت بعد للثلاثه؟ اذا ما شلت ايدك عنه والله غير اكسر راسك. واحد، اثنين، اثنين ونص. ركت بتضل وراي وحظل حالك بزورك طول العمر. صبح بن هاشم او ابو صبحي بدأ حياته المهنية كناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان هدفه دائما توصيل رسالة هادفة من خلال فيديوهاته. بدأ طريق التمثيل من خلال مسلسل العصوف مع النجم ناصر القصبي، ولكن بدايته كانت غير موفقة. حضرت الضابط في شيء؟ السيارة مزودة مدير أرقام، ما أدري عاد كيف ساق السيارة أنت. يعني أنت شايف إن عندي حالة طارئة، يعني أنا حضرت الضابط لازم. زين هذا القانون، أنا اسمحي لي ما تقدري تروحين المستشفى الحين؟ سكر السيارة، حط السويت فوق الطبلون. معلي خلني بس أسير، بس بلحق عليها لأن الحرمة وايد تعبانة. لم يستسلم وأصر على تحقيق هدفه من خلال فيلم هجولة واحد وهجولة اثنين، وكانت هذه هي بدايته في السينما. بستر أي حركات يا هال تسويها الحين؟ صاحي أنت خماس، مو بصاحي أنت بتورطنا. ثم قام بعمل دوري الغريب أو الويرد جاي في فيلم خلك شنب، ولكن انطلاقته الحقيقية بدأت من خلال فيلم بتاع كله بطولة إبراهيم المريسي، هاني المصري ومحمد الكندي. هو هذا؟ هو هذا ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف يا هاني، هذا انترفيو، تمام؟ تعمل اللي بقولك عليه، وقف أشوف. يقوم دي واحنا في مدرسة ولا يقوم؟ عشاني يا هاني يقوم عشاني. مصبح مؤمن جدا بأن السينما الإماراتية تسير على خطى صحيحة، حيث أنها خلال السنوات الأخيرة وضعت نفسها على الطريق الصحيح. صبح حاليا انتهى من تصوير آخر أعماله، وهو فيلم سوشال مان الذي يكشف أسرار السوشال ميديا. كما يشارك في العمل العديد من النجوم البارزين في ساحة التواصل الاجتماعي مثل سعد عبد الله وفارس الخالدي. أرحب بضيفي في الاستوديو الممثل مصبح بن هاشم، يا هلا بك. الله يطول عمرك، حياك الله. عمرك أطول. شو كيف الهمة اليوم؟ الهمة عالية، لازم الواحد دائما يكون دائما يعني مثابر وعنده أمل. نعم، بكل شيء، وهذا اللي بنتحدث عنه اليوم. From A to Z مثل ما يقولون. إن شاء الله. ونبدأ ببداية مشوارك الفني أو المهني، السوشيال ميديا. ليش عالم السوشيال ميديا وكيف دخلت؟ أولا أنا دخلت السوشيال ميديا في 2015، فكنت أول شيء لوك 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 لوك. شو يعني لوك لوك لوك؟ يعني يتكلم، وهذا ربوي أتكلم عن التنمية البشرية، كنت فقط أتكلم، يعني فقط أتكلم عن التنمية البشرية والأمور الاجتماعية، المشاكل. نعم. أطرح مشاكل وأتكلم عليها، فحسيت أني ممكن أقدم أكثر، فمثلت وسويت سكتشات. نعم، وأيضا نجحت على السوشيال ميديا. أنت يعني من رأيك شو سبب نجاحك على السوشيال ميديا؟ التوفيق أول شيء من رب العالمين. ونعم بالله. قلتها في انترفيوز قبل ودائما أقولها، الحمد لله رب العالمين، اللهم كما أحسنت خلقي أحسن خلقي. لازم واحد يكون عنده رسالة، لازم واحد يعني يكون له صورة فنية بشكل أو بآخر ويواكب العصر. فكان نعم. عالم السوشيال ميديا كان عالم مجاني، ممكن أي واحد يقدر يسوي سكتشات، يقدم أي محتوى، ولكن مو بأي حد ينجح. الإصرار. نعم. الإصرار. نعم، إذن هذا هو بالنسبة لك سر نجاح أي حد على السوشيال ميديا أو حتى في الحياة بشكل عام. صحيح؟ لازم بداية في أواخر 2015 بداية 2016 كانت انطلاقتي في فيلم هجولة. كلمني المنتج الخلوق علي المرزوقي، قال لي رشحناك في دور درامي في فيلم اللي هو اللي شفتوه اللي هو هجولة. نعم. دور ضابط. فالحمد لله لقى استحسان يعني من الجمهور، اللهم لك الحمد.
نشوف ايضا في مجالك كان مسلسلات اخرى، مسلسل العاصوف، مسلسل عود اخضر. كيف كانت تجربتك الفنيه امام الفنان ناصر القصبي في العاصوف؟ ايوه، انا الامور اللي هي يعني هاي يعني سببت لي مشاكل يعني نفسيه نوعا ما. خير، ليش؟ الأمور ما أحب أتطرق لها، بس هي أنا أقدر أقول تجربة فاشلة بس تحفيزية بنفس الوقت. قصة هي شوية يعني طويلة. مسلسل العاصوف طبعاً محمد فكري أوجه له التحية، رشحني في الام بي سي، كلمتني واحدة في الام بي سي قالت لي تعرف تتكلم اللهجة السعودية؟ قلت لها أوكي أقدر أتعلم يعني وما عندي مشكلة. وقالت لي لا أنا أبو واحد متمكن. قلت له أيوة أنا متمكن. قالت لي أكيد؟ قلت له أيوة. قالت لي طرش لي فيديو. قلت أيوة جبنا العيد. المهم دورت على يوتيوب واللهجات وكذا، فتعلمت يعني كم كلمة وفتحت الكاميرا قلت والله أنا أحبكم أهل السعودية، والله أنكم أنتوا كذا ومن هالكلام، وأحبكم مرة ومن هالكلام. المهم قالت لي خلاص أبروف. الحمد لله أخذت إذن من الدوام، رحت على كيزاد مقر اللي هو المكان الست التصوير. فكل شغف، ويعني أنا أعتبر ناصر القصبي أيقونة فن، أيقونة في الفن الخليجي. فرحت عنده بكل حماس وحب، وعلى طول أول ما شفته كان قاعد تمام، قاعد بشي سلوم يحب الكيف، فأساس أنه هو يستريا ما بين المشاهد يعطيها يا سيشيش مبسوط ورياه وانا داخل عليه. انزين قلت له استاذي، استاذ ناصر القصبي ايقونه الفن، والله اني انا جدا مستانس اني اتصور معك. المهم يعني انا ما احب اتكلم عن الناس، بس ما اعطاني احترامي كانسان يعني ما قام مثلا، يمكن بس نظره خاطفه قال هلا، عرفت شلون؟ كان حاطري العريل وأنا شفت قلت أنا بعد بحطري العريل يعني عادي، يعني إذا أنت عندك الاتيتيود أنا معاك يعني عادي I don't mind. فقال لي شو تعرف من اللهجات؟ حجازية ولا مكاوية ولا ولا ولا. المهم يعني كانت تجربة مزعجة نعم نوعا ما. شكلك بعدك حامل في قلبك على الأستاذ. لا والله لا 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 مش حامل في قلبي، بس أنا على ثقة ان الفنان لازم يكون خلوق، ولازم يكون يعني اذا ما كان اذا ما حبب نفسه والناس ما حبوه تمام واستعلى عليهم ما بينجح ما بيكمل. زي ممكن هذا الفيديو كليب يغير الاجواء شوي، نشوف الفيديو كليب. أوكي. شو قصة هذا الفيديو كليب؟ الفيديو كليب يضحكني. هذا الله يسلمك في 2017 كلمني شخص محمد جنيبي. نعم. أوجه له التحية، محمد جنيبي مذيع في إمارات FM. قال لي نبى واحد حبيب زين يعطينا من ذا الحب الزين ويعطينا ما يفهم لغة الرمشين والعينين ومن هالكلام. قلت لا حاضرين أبشر. أنا الموجود حاضرين اللي تبغاه. قال لي رشحناك في فيديو كليب يا قمر عيض المنهالي، كان أخراج هاني الشيباني، نوجه له تحية. وكان يوم شاق جدا من الساعة 8 الصبح لين الساعة 11 في الليل. قصة طويلة شوية أتكلم؟ نختصرها، نحاول نختصرها. نختصر طيب. المهم كانت البرازيلية اللي هي الموديل البرازيلية
كان هاني شبان يقول لي ايه ضحكها بدنا اياها تضحك، بدنا اياها هيك تفرفش، ايه بدنا عشان البيوتي شوتس، عرفتي شلون؟ ف يعني هالموقف ما انساه وايد ضحكني، فوجه له تحيه استاذ هاني الشيباني. المهم بعد هذا التعب كله ما انعرض الفيديو كليب لاسبابهم الشخصيه، فانا قلت ليش ما انا اسوي فيديو كليب اسوي شيء درامي وكوميدي بنفس الوقت. فسويت هذا الفيديو كليب ولقى صدى جدا جدا حلو. يعني اتذكر واحده في الكومنتات تقول لي انا كنت بنتحر شفت الفيديو كليب وصدق يعني استانست من هالكلام. كان في يعني فعلا في ناس محتاجين يشوفون اي شيء يضحكهم. نعم، بعض من الايجابيه. ويا سبحان الله كل مشكله ممكن نخلق منها فرصه. بالضبط. شفنا ايضا فيلم بتاع كله، كانت نقله كبيره لك في عالم السينما، تتفق مع هذا الكلام؟ تعتبره نقلة نوعية في مسيرتك؟ نعم. أنا أقول لك ليش. بتاع كله تحية للمخرج أحمد زين اللي رشحني في الفيلم. أنا هو كاركتر أبو صبحي الفلسطيني، طبعا تحياتي للحج والحجة، أنا أصلي فلسطيني. تمام. بأهل فلسطين. الله يخليك. الشعب الفلسطيني تحية لهم. شكرا. فيما أملك بالتلفزيون يما حبيت اقول لك بس انزين. ف كاركتر ابو صبحي اصلا سويت سكتشات عشان اهيئ الجمهور على الكاركتر هذا. ف يعني كان في صدى جدا حلو، يعني سويت فيه سوبرمان ابو صبحي وغيره. فحطيت السكتش هذا، كبرت شوي في نتفليكس، انعرض له في اللي هو فيلم بتاع كله. وانا حطيت فيه يعني انا يعني ساعت السيناريست اني انا بعد احط لي لمساتي الخاصه في الفيلم، والحمد لله رب العالمين لقى استحسان يعني طيب. والكاركتر هذا بعد بسوي ان شاء الله في فيلم جديد في العم ناجي 2 قريبا. اسم الفيلم العم ناجي. العم ناجي هو بسوي اوريدي الجزء الاول. الجزء الاول انا ما كنت معه، بس كلمني ابراهيم المريسي نوجه له تحيه، قال لي نباك في العام ناجي 2 في كاركتر ابو صبحي بس مختلف شوي. نعم، وبنشوف لقطات من هذه الشخصيه ونعود للحوار. وانت ماجي يا خربان الديار، تعال ام صبحي هذه عزيزه على قلبي، جيب سيرتها على لسانك. علي الطرباج، اذا بتجيب سيرتها على لسانك والله مش حخليه خروف محشي، خليك مدفون وادفنك تحت الارض، ولحماتك ازتهم للجيران، وعظمك اخلينك كاشة اسنان. والله حلو، مره بوس ومره ام العيال، ابصر مره الثالثه ايش بدك تسوي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. حبيت هذا المقطع. هذا ارتجال باي ذا واي، نوعا ما ارتجال. نوعا ما. ايوه. تشوف ان الارتجال تبدع فيه اكثر؟ لازم، يعني انا اول ما احب ان احتكر او احكر نفسي في سيناريو ونص معين، ممكن انا اقدم نفس المفهوم او نفس الفكره بس باسلوب اخر. نعم. عرفت شلون؟ عشان بالعكس يعني عشان يكون الموضوع عفوي. أكيد. وقدمت دور جديد أيضا في فيلم خلك شنب، شو المختلف في هذا الدور عن غيره من الأعمال الفنية لك؟ خلك شنب، خلك شنب كنت في كاستينج دايركتور، رشحوني أكون كاستينج دايركتور، وبنفس الوقت أعطوني مشهد غريب نوعا ما، وأنا اخترت هذا المشهد أو اخترت عفوا هذا الكاركتر. ليش غريب؟ لأن مش طبيعي ريال مينون أو يعني طفرات، عنده طفرات هذا البني آدم اللي هو الشخص الغريب. نعم. أولا يعني السيناريست خالد الجابري كلمته تليفون، قلت له خالد ما ينفع هذا الكاركتر، ما ينفع يطلع إلا ليكون له سبب. فأنا أنا حطيت فيه اللي هو اللي يكون هذا الشخص هو ضمير محمد الكندي اللي هو. نعم. جايب العيد، فانا اللي اطلع له في الفيلم اقول له ها مستانس، يعني هذا اللي انت سويته انت مبسوط وكذا، يعني كان كيف الضمير يوم واحد يشوف ضميره ويسي كلمه. فانا حطيت لمساتي في هالشيء، حبوه الحمد لله. الحمد. ف
قدمت وان شاء الله يعني يكون في بعد اشياء باذن الله. زين، شو من الفنانين اللي تحب تمثل وياهم؟ من الفنانين العالميين اللي تبغى، كانوا في العالم العربي، كانوا في الخليج، كانوا في العالم. احمد حلمي احبه جدا. ليش؟ شو سبب هذا الحب؟ احمد حلمي عانى في طفولته، كان يتنمر عليه في المدرسة، يشبهني نوعا ما، او حتى انا اتمنى اكون نفسه يعني. كان يتنمر عليه المسكين، رسب يمكن 3 مرات في الثانوية، اخذ معدل 48، بعدين اعطوه درجتين بس، يلا مشي حالك مسكين، وكان غلبان. نعم. وبعدين حبة حبة اثبت وجوده. نعم، ونجح بشكل كبير، وايضا تزوج بالضبط واحدة من مشاهير عالم الفن ونجمة من نجوم الفن، منى زكي. هل ممكن في المستقبل انك ايضا تختار واحدة من المشاهير؟ والله ما عندي مشكلة تكون، او حد في عالم التمثيل. ما عندي مشكلة انا تكون فنانة، مش لازم تكون فنانة في السوشيال ميديا ولا فاشينيستا، ممكن تكون فنانة بالطبخ، ممكن تكون فنانة بالرسم، في الحياكة، مش لازم تكون فنانة في التلفزيون. ليش؟ لأن أعتقد أن الفنان حساس ويحس بالآخرين، ممكن بعد تحس فيني، تدعمني في المسيرة الفنية وأدعمها. فما بقى أنا، لأن مسيرتي هاي أحسها أنها بتكون طويلة إن شاء الله. إن شاء الله.